والمحاولة لصالح نصر حسين داي، محاولة خطيرة خطيرة وبن شريف، خطيرة وبن شريف خرج هذه الكرة، ترجع الكرة لصالح فريق نصر حسين داي. من نصر حسين داي شوف هذه توزيعة ثم ورتاني، والحارس اللي كان بالمرصاد بارتماء ممتازة هو الآخر. شوف حتى نشوف أنه السقوط بتاعه نوعا ما ربما المس، نعم المس العارضة، العارضة هذه الركنية نفذها في القائم الثاني وكرة مليحة هاي جيدة، يعني رأسية رأسية كانت هايلة داخل طبعا المسبح، كان يعني لما يكون اذا اللي شوف في هناك خياط قسمي وانذار البطاقه الحمراء، وسيوارى طبعا ترى غدا ان شاء الله السيد بهلول شهاب رئيس اتحاديه الرياضات الميكانيكيه قويه مباشره للحارس مرباح الذي يرتمي على هذه الكره، وكره الاستمطار رائعه بصراحه حرفيه منفذه كما ينبغي، وكانت ربما يعني عرضيا وجش خطيره جدا هذه الكره مرباح، وتدخل الدفاع شوف فرصه للتهديف، شوف اسمحي يعني تسرع نوعا ما، وكان فيه التدخل من الدفاع. نعم على الجهه اليسرى صالح نصر حسين داي فيه محاوله، والهدف والهدف الاول بل فيه هناك رايه راح يخادع الحارس او تصطدم بالجدار، وهدف والهدف الاول لصالح فريق نصر حسين داي، والزيري بلال فرحة كبيرة لأنصار نصر حسين داي، فرحة كبيرة بعد تسجيل هذا الهدف في الدقيقة العاشرة، الدقيقة العاشرة فريق نصر حسين داي سجل عن طريق علاتي رقم 20. علاتي شوف وضعها في مكان خطير جدا، يعني في مكان هو حتى الحارس ما تحركش، حتى الحارس لم يحرك ساكنه. شوف الهدف من زاوية أخرى، يعني رماها في الزاوية اليسرى من الحارس بن شريف على الجهة اليمنى في انطلاقة سريعة جدا، يحاول دخول منطقة العمليات يسجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني، تسجيل الهدف الثاني لفريق نصر حسين داي. وشوف الإعادة، شوف هذا العمل كيف دخل منطقة العمليات وسجل بكل سهولة، يعني حراق مد له كرة على طبق ودخل منطقة العمليات وسجل هدف ثاني، ربما راح يكون عندها دم جديد في هذه المباراة. محاولة لصالح فريق مدينة بجاية، فضل انه يخرج الى الركنية تنفذ القائم الاول، ترجع لفريق مدينة بجاية ثم طويلة داخل منطقة العمليات، المحاولة والهدف، وهدف خلص النتيجة أم قران، إذا هدف لصالح مولودية بجاية. شوف توغل أم قران اللي عرف كيف يدخل منطقة العمليات وتخلص من المراقبة، وكان فيه يعني نقول نقص في المراقبة، نقص في المراقبة من عناصر نصر حسين داي، ما كانش مراقبة، الحكم يعلن عن نهاية